عندوش قابليه انه ينزل، فانا بزود، انا بزود، بس هو عنده قابليه انا بديله تاثير. بس لما الدكتور قال ال 2 كيلو ممكن يبقوا 3 كيلو، اما مع ده اصلا ما بعرفش انزل نص كيلو، فممكن انزل النص ده يبقى 3 ارباع. اه ما هي هي كده، هي حسب المريض بيحكم عليا. كده تمام؟ كويس انا تمام. هو ليه شغل؟ التوب جينج الشغل اللي انا بقول لحضرتك عليه فقط. يعني ايه؟ لا وعاوز انضم ولو زمرت حضرتك وما يجيبليش وكال ايه؟ ما يا عم خلي مش بتاعي. انا مش وكال فات كتير، لا اديله الدواء بتاعك. ما كانش فات ما ادلوش الدواء، لا مش بتاعك خالص. انا مهما كان الاكل اللي بدل التوب جينج كان فوق. لانه هو مهما كان اكل كده هيجيب النتيجه اللي انا عاوزها. انا بشكر حضراتكم جدا. لو في بقى اي سؤال دكتوره نايله او اي سؤال حضراتكم بقى احب اسمعه ان شاء الله. تمام. انا عرضت العرض دوت اللي احنا ان شاء الله ما تصورش يا دكتور. لا مش هصور، انا اللي كنت هصور.